ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني مشاهدينا الكرام في الفقرة المميزة جدا جدا جدا، وهي فقرة دكتور طارق إلياس دكتور التنمية البشرية وتعديل السلوك اللي دايما بيفيدنا بمعلومات قيمة. خلوني رحب بدكتوري الجميل وأقول لكم قصتنا النهاردة إيه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أميرة، منورنا. أهلا بيك وهي منورة بوجودكم. ميرسي يا دكتور، منورة بحضرتك دايما. الله يخليك. دكتور طارق، موضوعنا النهاردة شائك ومميز ومتداول في كل بيت. أيوة. وكل بيت مصري وكل بيت عربي. خليني الأول أقول مشكلة وردت على صفحة البرنامج، هحكيها لمشاهدينا ونشوف حلها إيه. تفضل. المشكلة بتاعتنا بتقول إيه؟ بنوتة عمرها حوالي 19 سنة دلوقتي. البنت دي من وهي عندها 9 سنين الأب والأم انفصلوا عن بعض، عاشت طفولة منفصلة ومشتتة ما بين الأب وما بين الأم. الأب على رغم إن هو بيشتغل في بوزيشن كويس جدا، وضعه الاجتماعي كويس جدا جدا جدا، اللي احنا بنسميهم يعني ما فيش بعدهم، اللي يقدروا يصرفوا على أولادهم ويفتحوا بيت كويس جدا، ولكن الأب رفض إن يصرف على بناته ورفض إن يصرف على زوجته. بعد الانفصال بقت الزوجة هي اللي بتصرف على البنات وبتصرف على نفسها وبتفتح البيت. جات البنت وصلت لسن ثانوية عامة وكان عندها رغبة جديدة ان هي تكمل تعليمها في احد المدارس الانترناشنال وتبقى زي ما هي على نفس المستوى اللي كانت موجودة عليه، ولكن المصاريف والماديات كانت كبيرة جدا على الام وما كانتش قادرة تغطي المصاريف دي. ابتدت البنت تحس ان هي مكروهة وان الاب مش بيحبها والام كمان مش بتحبها، وابتدت تفقد الثقة في كل اللي حواليها. قالت هيبقى في مين تاني يكون قلبه عليا وخايف عليا ويحقق لي كل اللي انا عايزاه، وانا الاب والام نفسهم رافضين وجودي ومش حابين يصرفوا عليا. دلوقتي البنت تعرضت لمرض نفسي شديد وتعرضت لنوع من انواع الاكتئاب وابتدت تلجا لدكاتره نفسيين وتتعالج نفسيا. الموضوع يكاد يبدو بسيط لبعض الناس ولكنه موضوع كبير جدا بيعاني منه اسر كتيره قوي. عشان كده دكتورنا الجميل دكتور طارق إلياس هيقول لنا ازاي نقدر ناخد بالنا في الخطوة دي لو ما فيش نصيب لينا مع بعض كأب وأم، ازاي نقدر نحافظ على السلام النفسي للأطفال. دكتورنا الجميل، أهلا بك. أهلا بحضرتك. بداية أنا يعني وطبعا بعد إذنكم تفضل. أن انتوا تتواصلوا مع صاحبة الشكوى وأنا مستعد أعالجها مجانا بدون مقابل. شكرا يا دكتور، اني انا شايف الموضوع مهم كده. شكرا يا دكتور. هبعت لحضرتك الرقم بعد الفصل. بس في حاجه يا دكتور، هو اصلا الموضوع شائك معروف يعني مش جديد. الموضوع اصلا معظم البيوت العربيه مش المصريه بتعاني منه. حاله الانفصال والاكتئاب اللي بتكسر الاطفال، لانه هو عاده في اب بتكون فكره الرجوله عنده صفته اب مش مجرد زوج. لأن أنا دايما بقول الحقيقة أن هناك رجل ينجب فقط. صحيح. ورجل يكون أب، فده مش أب، ده رجل أنجب. والحيوانات بتنجب وبتسيب اللي أنجبته في الشارع، فعلى الأقل لما يكون الرجل عنده مسحة من الرجولة لازم يعرف إن دي بنت في الأول وفي الآخر هي ممكن بتضيع في الدنيا. صح. بسبب إن محدش مسؤول عنها، محتاجة احتواء الأب. دي مسألة مهمة. أما بقى حكاية أنه الأب والأم ينفصلوا، دي بتبقى لها مؤشرات، دي بتبقى لها علامات. محدش فيهم حاول يحتوي الموقف وما وسعوها. معلش يا دكتور، أنا كنت عايز أسأل سؤال. هو قبل احتواء الموقف إيه أساساً سبل علاج الموضوع علشان خاطر ما توصلش المرحله للمراحل اللي حكت عليها الأميرة. دي مساله مهمه جدا، وانا دايما بقول جمله مهمه قوي. اتفضل يا دكتور. يبدو ان حماقات البعض هي التي تظهر مواطن القوه عند البعض الاخر. صح. وطول ما في حد احمق في القصه صحيح. على الثاني ان يكون ذكيا. صحيح. انه هو يحاول يستوعب الحماقه دي. هي الحماقه دي ليها علامتين. العلامه الاولى الاندفاع، وما فيش يعني ايه، ما حدش بيعرف يفرمله، يعني مفيش هو فرصه للتفاهم زي ما بيقول. لا، هو في تفاهم بس هو مندفع بطبعه. فبيسيب اثر سيء. طبعا. الجانب بقى الثاني، العلامه رقم 2، بيستنى رد الفعل. لو رد الفعل قوي من الطرف الثاني. أيوة. هو بقى هو ما هي مشكله الاحمق ايه؟ انه يفعل الاشياء ويظنها صحيحه.
ويعيدها عدة مرات ويفتكرها أنها في كل مرة هتجيب نتيجة جيدة. أوكي. هي في مسحة كده من عدم الذكاء. أوكي. فعلشان كده وطالما أن الموقف بهذا الشكل، لو كان رجل أحمق يبقى الست لازم يكون عندها بعض الاعتدال فتستوعبه، خاصة أنه إذا كان له وضع مادي كويس. فالوضع المادي أحيانا عند بعض الرجال بيخلي الحماقة تزيد، لأنه بيبقى إلى حد ما متجبر بقوته المادية. مظبوط. مظبوط. في أوروبا في حاجة حلوة جدا بشوفها، وفي العالم العربي، في بعض الدول العالم العربي برضو لاحظتها، إنه في مراكز متخصصة قبل ما الزوج والزوجة يتجوزوا أساسا بيروحوا يعملوا لهم زي دراسة خاصة نفسية، علشان لما يجي يتجوزوا ما يحصلش مشكلة الانفصال بالطريقة العنيفة اللي توصل لأطفالنا. ده كلام صحيح جدا. ده كويس جدا كمان. السلوك الغير الاعتيادي. أنا بعمل ده دلوقتي للعرسان الجداد. ممتاز يا دكتور. في ناس في إقبال يعني عندنا الثقافة دي موجودة. أنا بيجيني كتير قوي من الحالات دي، والحقيقة هي كمان الزوجة اللي هي المستقبلية يعني. هي لسه خطيبة. صح. فلما بتجيبه هي اللي بتكلمني، ولما هو بيجيبها هو بيكلمني. ده بداية علاج يا دكتور. فيقول لي ايه اصلا ملاحظ بالظبط. هي بتعيط على طول يعني. انا لو قلت لها اي حاجه فتعيط. فالحكايه دي انا بخاف. هي جايبه خطيبها اصلا اوريدي. هو بقى اللي جاب، هو اللي جابها. ايوه اوكي. لكن لما هي بقى اللي قالت لي مظبوط، قالت لي كذاب بيكذب كتير. ادي حاله، والحاله دي لسه كانت معايا من فتره بسيطه. معقوله؟ طبعا. اذا في مركز عند حضرتك في مكتبي في الموضوع ده؟ طبعا. ما هو بشوفي مدرب اللايف كوتش يتحدث في كل هذه الاشياء، وتعديل السلوك ده جزء من الشغل بتاعي. طيب يا دكتور، لما بيكون خطيب وخطيبه تعديل السلوك ده بيبقى صعب جدا، لان انت بتتعامل مع اشخاص في سن طبعا معين. أيوة. طبعا. لكن عشان احنا نوصل زوج وزوجه لمرحله انهم لما يخلفوا يبقى ياخدوا بالهم احتياطي ان اولادهم لازم يتعدلوا في الحاله النفسيه. ده كلام حضرتك صحيح. يا دكتور ايه اللي ممكن تقترحه، وخصوصا ان اكيد في ناس كتيره بتتفرج على اميره في البرنامج الجميل بتاعها سيد الحكايه، فاكيد الاطروحه اللي طرحتها دلوقتي اميره ليها نقط وابعاد كبيره جدا. طبعا. ايه اللي ممكن انت تنصحه الزوج والزوجه، الناس اسر كتيره موجوده بتتفرج اكيد علينا، ايه النصيحه اللي تقدمها لهم؟ لازم يكون في طرف ثالث يكلم الزوج ويقول له حاول ان تتدرج الحماقه اللي انت عملتها. ما بقولكش رجع الام، لكن على الاقل اعلن عن مسؤوليتك لاولادك، عن بنتك، ابتدي عوضها عن فتره الحرمان اللي فاتت. العند مش طيب. سبب من اسباب عدم التواجد الاتفاق. العند لان مفيش حد عاقل اتكلم معاه، وانا في رايي دايما ان اي رجل في الدنيا تكلميه من ايه، من زاويه الفارس، اللي هو ما يسيبش عياله تضيع، ما يسيبش بنته انها تتوه في الدنيا. بس في حاجه، بعض الرجال وبعض الازواج مش بيستجيبوا لا للطرف الثالث، ولا بيستجيبوا للنصيحه، ولا بيستجيبوا ان حد يقول لهم انت عندكم نوع من انواع الحماقه. في رجاله عنيده جدا جدا. أوه. ونوع معين من الازواج لو بدا الغلط بيدوس فيه لمجرد ان شايف ان هو الناس كلها حواليه انت كده غلط. انت مش عارف ايه، فهو بيتمادى في الخطا. وفي مشكله اكبر يا اميره. اتفضل. ايوه. هو عايز ينسحب من العلاقه. لا وده كان قراره من بدري. لا بصي يا اميره، صدقيني انا في بعض الرجال عندهم يعني قدر من عدم الالتزام الزوجي. صحيح. فبيجي عليه وقت فبيحس ان بدات حياته هتبتدي يقتطع جزء مادي كبير ومن وقته لبيته. بينما ردود الافعال يا دكتوره بقى منهم عاديه زي صحيح. اي بيت. صحيح. فهو حب يغير المنظومه بس بالاسلوب ده. لا سؤال معلش يا دكتور، حضرتك ذكرتي حاجه مهمه جدا. إيه؟ ان الزوج بيجي عليه فتره ان هو عايز ينسحب. طب الانسحاب ده الاطار الاساسي هل من ترقاء ان الرجل بيتجوز وهو صغير؟ انا على فكره بشوف ان الشخص اللي بيتجوز صغير ده مش بحس انه هو لسه ما خدش التجربه الكافيه في الحياه. عندك حق. فمن الافضل انه بفضل ان الشخص ياخد فتره من العمر في التجارب في الحياه، عشان لما يجي يحمل المسؤوليه يبقى صحيح. يحملها. ده كلام صحيح. ويقدها. صحيح. ده كلام صحيح. افتكر يا دكتور ده سبب من الاسباب اللي بيخلي الزوج يهرب، ولا الزوجه برضو بتلعب دور؟ الزوج بينسحب لسببين. السبب الاول عندما اصابه الملل الزوجي. الست ما جددتش شويه، وده طبيعي لان الست المصريه بطبعها عندما يستقر حياتها وتنجب تبتدي بتتمحور حياتها حوالين الاسره مش صحيح. حوالين الزوج. مش كله. والدليل على ايه يا اميره بقى؟ طب والله دي ميزه. انا بقول على للزوج على فكره دي ميزه. انا بقول للزوج ايه؟
يا بابا، وهو بيقول لها يا ماما يعني لما بيجيبوا اولاد. أيوه. طيب ما هو ده يعتبر دي مرتبه عاليه في اي عيله في الدنيا، كلمه بابا وماما مش قليله لما نقولها لبعض يعني. بس هو بقى مع الوقت بقى حسب البيئه المحيطه خارج البيت، فتبص تلاقي البعض بيوعز اليه بانه ده نوع من الملل، انت هتضيع حياتك كده، هو انت خلاص جبت، ما سيبهم لحياتهم وشوف حياتك انت. في ناس بتحب قوي النوعيه من النصائح السوداء اللي من هذا الشكل، عدم تحمل المسؤوليه. صحيح. طبعا يا فندم، والراجل لازم يكون عنده القدر. وانا بقول ان الجواز المبكر للرجل خطأ طبعا، وللست كمان يا دكتور. والله الست بتبقى جميله يا دكتور. يا بابا لان مساله الحب مهمه في حياه الناس اكيد. واذا ما انعدم الاحساس ده بتنعدم الديمومه في العلاقه. تمام. في نقطة محتاجة حضرتك توضحها لنا وتنصح والدة البنوتة ازاي هي كأم تحافظ على استقرار بنتها النفسي، وازاي هي كبنت تحاول بقدر الامكان انها تساعد والدتها ان هي تستقر نفسيا، لان الاسرة فعليا بتعاني. فمحتاجة حضرتك في عجالة سريعة تقول لنا النقطة دي وتشرحها لنا عشان نختم الفقرة بتاعتنا. الام لازم حضرتك تبحث عن عمل ويكون عمل جيد ويتوسط فيه ناس من أهل الخير عشان يبقى لها عائد تقدر تصرف على نفسها وعلى بنتها. مظبوط. وما تضطرش في أي حال من الأحوال إنها تحاول إنها تترجى حد عشان يعمل ده. الإحساس ده بيعمل شرخ في حياتها وبيشرخ حياة البنت. مظبوط. لازم تبحث عن عمل، والبنت ما عدتش صغيرة، في سن 19 سنة تستطيع أن تعمل أيضا حتى وهي لو بتدرس في نفس الوقت. لابد من الحرية الاقتصادية، لازم يبقى عندهم دعم عشان يقدروا يكملوا. انا ضد الشغل برا، بس هي بصيت لي كده فقلت ربنا يستر. في الموقف في الموقف ده لابد منه. بصراحه ان الراجل يصرف على بنته، انما هي مسكينه تروح تشتغل يعني بعد ما خلفت. معلش يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور لحضرتك، نورتنا. ولسه في انتظار حضرتك في حلقات جايه كتير ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا يا دكتوره لميا. مشاهدينا الكرام، كده وصلت لنا نصيحه الدكتوره لميا ونصيحه الدكتور طارق الياس. بشكركم على حسن مشاهدتكم، انتظرونا في حلقات جاية كتيرة وأسرار كتيرة من سر الحكاية.